بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. رحمة القسم الرابع. القسم. أصول الثلاثة صحيح. أصول الثلاثة. الرابع. قلنا أن الأصول الثلاثة هي أساس القبر، والمؤلف يعني بدأ ينوع لك. أحيانا بالعدد وأحيانا بالسؤال والإجابة بالدعاء، يريد أن تنشط وتضبط هذه المسائل. طيب غير هذا. نعم. وأن من أكبر نعيم معرفة العبد ربه. نعم. العبد ربه. ورأينا معرفة وجود الله. الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة، وهي العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل لعاقل ينظر في هذا الكون وما فيه من الانتظام البديع إلا ويثبت أن للمخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس كالدعاء مثلا، الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، الرابع الشرع، وهذا كثير فتح الله عليه. نعم. النقل الصريح والصحيح السليم لا يمكن أن يخالف الشرع. لا يمكن لعقل صحيح سليم باقع الفطرة أن يخالف الشرع. نعم. إن الآية الحمد لله رب العالمين نعم أن في الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وأنت تحمد الله لأنه هو الرب، فالرب هو المعبود، والمنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. وقلنا هذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان يلزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم. نعم. إذا قيل لك بما عرفت الله تقول بآياته ومخلوقاته، من آياته ليل والنهار، طيب والشمس والقمر وغيره. نعم. أن أول النداء، أن يا أيها الناس فيها أول نداء في القرآن، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد. ويا أيها الناس أي من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أي وحد ربكم. لماذا؟ قال لأن هو الخالق. والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد بالربوبية، احتجع بهذا على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله فلا تجعل لها أندادا، بأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، الند الشبيه والنظير والمثيل، واتخاذ الند مع الله نوع من أنواع الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون ما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يفرد بالألوهية. فتح الله عليه. نعم. الند هو الشبيه والنظير والمثيل. فتح الله عليه. وغير هذا. نعم. قلنا أن تكثير الأدلة من باب إقامة الحجة. نعم. المخالف وإن كان الشرع كأن في ذلك. صحيح. لكن ماذا نصنع؟ نأتي بكل حجة حتى نقطع المنازل. نعم. طيب من يقرأ لنا؟ قرأت؟ بسم الله. قال ابن كثير رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. نعم، أي أن المنفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالألوهية. نعم. أنواع العبادة التي أمر الله بها. نعم.
الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك أنواع العبادة ويذكر لك شيء من أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لمن؟ حق لمن؟ هل يصح أن يصرف شيء؟ شيء هنا تعم القليل والكثير. هل يصح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله؟ لا. من صرف شيء قليل أو كثير من العبادة لغير الله قال فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى لا وما يدعو مع الله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب فتح الله عليه. الآن إخواننا نحن نريد أن نتعلم الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل هذا لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، نرجع فيه إلى العلماء. فإذا كفر العلماء كفرنا، وإذا توقف العلماء توقفنا. أبين أكثر، يعني الذبح لغير الله محبة وتعظيما حكمه شرك أكبر. رأينا إنسان يذبح لغير الله فماذا نصنع؟ نقول هذا الفعل شرك أكبر، لكن هذا الفاعل نأخذه ونذهب به إلى كبار العلماء أو نكتب لهم أن فلان صنع صنع، هم يقيموا الحجة على هذا ويكفروا. ليس لنا الآن أن نكفر الأشخاص، مفهوم؟ لماذا؟ لو جاءت مرأة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالب؟ ماذا نقول؟ نقول الله أعلم، لابد نرجع إلى العلماء. إذا خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه، فما بالك بخروج إنسان من الإسلام نقدر عليه؟ لا، من باب أولى. وهذا الأمر الناس فيه انقسموا إلى طرفين وسط، خوارج يكفرون، مرجئة لا يكفرون، أهل السنة يتوسط. فنحن طلاب، الحكم على الأشخاص يحتاج إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. فإذا كفر العلماء توقفنا؟ لا، كفرنا، مفهوم؟ نعم. فإذا قال العلماء أن هذا فلان كذا وكذا كافر، ماذا نصنع؟ نكفر. وإذا توقف العلماء توقفنا. أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، سألنا العلماء قال إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، مستهزئ مثلا كافر. ففي مسائل عندنا يتوقف فيها العلماء فماذا نصنع؟ توقف. هل نستطيع الآن نحكم على المعين؟ لا. فهذه المسألة الآن المسائل ندرسها، نريد أن نبين الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل نرجع فيه إلى أهل العلم. طيب أنواع العبادة التي أمر الله بها، هو ذكر رحمه الله تعالى أنواع العبادات، منها من يذكر لي الذي يحفظ المتن بماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى؟ بدأ بالدعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة يأتينا؟ استدل بدليل من القرآن وبدليل من السنة. دليل القرآن قال تعالى وما يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا، أصبر يا أخي، أصبر علي. نعم، دليل الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعاء، هذا فيها أن الدعاء هو العبادة. فتح الله عليك. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة، انتبه، ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة.
دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله دعاء عبادة. الثاني دعاء مسألة. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. تأتي مرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد، هذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالك وهو ميت، هذا شرك أكبر فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، هل يصح دعاء طلب دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه؟ نعم، لكن بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب، قادر خرج بهذا العاجز، سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيدي جلب المنافع ودفع المضار. بالمثال اتضح المقال بإذن الله. أنا الآن أطلب من الأخ أن يحضر لي كاسة ماء، حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سر، إن جاء بالماء الحمد لله، إن لم يأتي به أأتي به أنا أو أأتي به فلان. يصح؟ يصح. مثل الدعاء الاستعانة، أقول يا فلان أعني في حمل هذه الطاولة، يصح؟ حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سبب. غرق فلان في الماء في الماء في البحر وينادي فلان على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، أغاثك الله، يصح؟ حي وحاضر وقادر وسبب. حصل حريق في المنزل، اتصل على الشرطة أو على الإطفاء وقال أسرعوا أغيثوني أغاثكم الله، يصح؟ حي وحاضر وقادر يعتقد أنه سبب. لكن غرق في البحر وأخذ ينادي التيجان، ينادي الولي الذي في الهند، فهذا غائب وميت، هذا الشرك أكبر، لأنه اعتقد أن لهذا تصرف خلق الكون وبيده جلب المنافع دفع النظر. مرة أخرى، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه لله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. ومثل الدعاء هنا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة. طيب، الآن هذا معنى أن دعاء العبادة دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان القال المقال. دعاء بلسان الحال: إنسان يصلي، يصوم، يطلق اللحية، يقصر الثوب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يطلب العلم، حاله كأنه يدعو الله بأن يدخل الجنة، صح؟ نعم. إذا هذا دعاء بلسان الحال، حتى عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا دعاء بلسان الحال. أما دعاء بلسان المقال يقول اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء بلسان المقال. إذا هذا معنى أن أعمال العباد كلها تحت هذا الباب، باب الدعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. ولهذا كان الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وبدأ المؤلف بالدعاء، لماذا؟ ليشمل لسان الحال ولسان المقال. الثاني الخوف. نعم. والدليل فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف لله. أي خوف؟ يقسم العلماء رحمهم الله، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، الخوف إلى ثلاثة أقسام:
خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر.